عقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل موسع مع سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وتم خلال الاجتماع مناقشه مستجدات عدد من الموضوعات ذات الصله بالقطاعين الاسكاني والعقاري في مملكه البحرين حيث جرى استعراض نتائج خطط الوزاره لتوفير الخدمات الاسكانيه من خلال مسارات عمل الشراكه مع القطاع الخاص عبر برنامج التمويلات الاسكانيه بالاضافه الى برنامج حقوق تطوير الاراضي الحكوميه بالشراكه مع القطاع الخاص كما جرى اثناء الاجتماع تبادل وجهات النظر حول سبل تحقيق استدامه توفير الخدمات الاسكانيه للمواطنين عبر تعزيز اشراك القطاع الخاص في منظومه توفير الخدمات الاسكانيه للمواطنين وتعزيز المزيد من التسهيلات وسبل الدعم للمواطنين